إحساسي إني overwhelmed. أنا مش لاقي كلمات اللي توصف حقيقي إيه جوايا. كن الوقت ده كله الناس تقول عليا كلام حلو كده، كون إنه قدس البابا شخصياً بمشغولياته وواجباته يجي ويكلم ويقعدني جنبه، I'm overwhelmed. بشكر كل واحد، طبعاً بشكر قدس البابا جداً، بشكر سيدنا الأنباء أرميا رئيس المركز لشعوره، مش بس مجهوده، شعوره لما كلمني الأول مرة وقال لي إنك اخترناك للجائزة مقترنة باسم البابا شنودة، والحقيقة في كلمته حط حاجات كده بيعملها البابا شنودة، وأنا ما أنا فين، أنا فين أنا والبابا شنودة، لكن شيء جميل إني أحمل جائزة باسمه، وإني أيضاً بقلد بعض الصفات القليلة قوي عندي وكتيرة قوي عند البابا شنودة، ربنا ينيعه. بشكر ماهر أسعد لأنه هو اللي رشحني، وأنا عرفت كده من أنباء أرمية. ماهر إذا كان ليا بنات حلوين هم، لكن ليا أبناء حلوين قوي هم اللي بفتخر إني تتلمذوا علي، وماهر من أوائلهم. وكونوا يعني بعد السنين دي هنقول إيه، 30 40 سنة ماهر يمكن، تيجي في الآخر لسه فاكر الأستاذ اللي اشتغلت معاه في الأول، قمت رشحه لهذه الجائزة العظيمة جدا، ليها معنى في قلبي جدا. متشكر يا ماهر خالص، ومتشكر للجنة اللي أيدت كلام ماهر، أكيد هو أثر عليهم، لأن أنا أكيد هو عمل لوبينج أو حاجة خلى الحكاية دي تمشي بالشكل ده. فبشكرك حبيبي أوي. بشكر جميع الحاضرين، الوزراء والسفراء والآباء المطرنة والأسقفة والكهنة، وكل واحد منهم الحقيقة بتربطني بمحبة شديدة على مدى السنين طويلة. يمكن سيدنا أنبا موسى علاقتي بيه يمكن بقالها 50 سنة يا سيدنا، بحيث أنه أكثر يمكن من 50 سنة، كان قائد وكان معلم وكان مرشد وكان كل حاجة، ومش ليا لوحدي، لناس كتير قوي قوي. الأنبا موسى ليه مكانة كده عندنا كلنا، وطبعا باقي الآباء المطرنة ذا سيم.